أمس زار رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ استوديوهات برنامج سعودي آيدل المنتظر بدء عرضه منتصف ديسمبر. البرنامج هو لاكتشاف المواهب السعودية الغنائية وبشراكة بين هيئة الترفيه وام بي سي. أما لجنة التحكيم فبتجمع النجوم أصيل أبو بكر، أحلام الشمسي، أصالة وماجد المهندس. نبي الصوت اللي يطلع. انا ابغى الواحد البير بيرفكت. الله يعطيك الصحه والعافيه. نبغى بعد 20 سنه 30 سنه نطلع اجيال، يعني الايام الجايه كلها صار ما عاد صار في الا الفنان الشاب بصيل ابو بكر. مستر ياس مستر شاب. شكرا. شكرا. سعيدين مشاركين. الله يطول عمرك. شكرا. أعضاء لجنة التحكيم كانوا موجودين وكلهم غردوا ترحيبا بأبو ناصر بعد الزيارة. وخلال زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ لاستديوهات سعودي آيدل وجه بعض الكلمات عبر الكاميرا العربية. أنا سعيد بانطلاق أول نسخة من سعودي آيدل بالشراكة مع المجموعة الكبيرة ام بي سي وهيئة الترفيه. إن شاء الله يكون موسم ناجح، والأهم أهم أهم شيء فيه أنه نبرز فيه مواهب سعودية، بنات وشباب إن شاء الله ينورون مسارحنا إن شاء الله في الأجيال القادمة.